خير. النهاردة هنعمل مع بعض صوص الفراولة، بنستعمله في حاجات كتيرة جدا، زي بنحطه على تشيز كيك، وممكن نحطه على الايس كريم او على الكيكات العادية او على البان كيك، وبيبقى لذيذ جدا وخصوصا لو احنا عاملينه في البيت. المقادير: نص كيلو فراولة، ربع كوباية سكر، 4 معالق مية، معلقة كبيرة عصير ليمون، ومعلقة صغيرة نشا. هنشوف هنعملها ازاي مع بعض. في كسرونة على البوتاجاز هحط دلوقتي الفراولة والسكر، شوية المية وعصير الليمون، واقلبهم. هسيبها من 15 لـ20 دقيقة على البوتاجاز على نار متوسطة، وهنرجع بعد 15 دقيقة نشوف هنعمل ايه مع بعض. كده شكل الصوص بعد تقريبا 15 دقيقة من وجوده على النار، على نار متوسطة. زي ما انتم شايفين الفراولة دابت زي ما احنا شايفين، ونزلت كل الصوص بتاعها او كل العصير بتاعها. دلوقتي هاخد معلقة مية على معلقة النشا واحطهم ادوبهم في المية، اتأكد ان النشا داب خالص. دلوقتي هحط شوية النشا دولت على الصوص، هنلاحظ ان الصوص هيتماسك ويبقى جميل جدا. الصوص ابتدى يتماسك، يبقى كده تخين القوام بتاعه. دلوقتي اخد الخليط ده واضربه في الخلاط علشان يتحول يبقى صوص. الصوص بقى جميل جدا جدا، هنسقعه في التلاجة دلوقتي، وينفع طبعا في كل الحاجات الحلوة، ممكن نحط عليهم صوص الفراولة مع بعض حبات الفراولة ويبقى جميل جدا. هنشوف دلوقتي هنقدمه ازاي. ده شكل صوص الفراولة بعد ما بنقدمه، جميل جدا جدا واللون بتاعه حلو قوي. ان شاء الله الطريقة تعجبكم وجربوها. الى اللقاء.